وأثارت هممي فاحتقرت المحنة. ها هو الصبح بدأ. يعني السودان كان سابق. سابق. نعم. ومقارنة بكل الدول المحيطة. وده يدل على مدى التفكير المتقدم للسودانيين لأبانا وأجدادنا السودانيين في ذلك الوقت. فدكتور خليفة كان أول الفصل. أول الفصل هو. وبعدين كان قليلوني كده يعني جرمه صغير. شاطر واستمر شاطر. هو تخرج هنا من أمريكا. وأخذ الدكتوراه بتاعته في لقيته قلت له الأيام دي طبعا أنت ما بتنشاف مشغول مع المؤتمر بتاع القمح ده. قال لي والله ما نادوني. الله. يعني شخص في هذا التخصص من أمريكا ودكتوراه في القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون مشاهدي قناة أنغام الفضائية، تحية لكم من الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعدني كثيرا أن أواصل هذا البرنامج. الأستاذ عبد الكريم الكابلي يتذكر ويتحدث إليكم إلى كل المشاهدين حصريا لقناة أنغام الفضائية عن ذكرياته ورحلته مع الحياة والفن. كاستباق يعني جديد لكل أجهزة الإعلام إنه هذه السيرة نتحدث فيها بالتفاصيل. وفي الحلقة اللي فاتت تحدثنا عن سواكر وعن بور سودان والأيام الأولى والوالد والوالدة والأهل والإخوان، وعرجنا على بور سودان حيث كانت الدراسة في المراحل الأولى ثم الوسطى، وللمجتمع الدراسي الزملاء والأساتذة. توقفنا عند نقطة مهمة جدا عندما استرعى صوتك الأستاذنا ضرار صالح ضرار، وكان أحد أساتذة مدرسة بور سودان الأميرية الوسطى. فأنت حياء منك يعني تواريت عنه، ولكن استطاع أنه يعني يمسك بك ويكتشف ده صوتك أنت. كنت بتعملوا الأناشيد زي ما ذكرت لي، لكن دايرين بقى يعني نحن نعرف الأناشيد اللي كانت سائدة في تلك الفترة في المدرسة وفي ذلك الزمان. جدا شكرا جزيلا. وكما ذكرت خطفا أتمنى أن يفيد نعم بناتنا وأبناؤنا من سرد هذه الذكريات. بالنسبة لفترة الدراسة والأناشيد المدرسية، ذكرت في الحلقة السابقة الدماء الجديدة من المدرسين، وذكرت أسماء الأستاذ أبو زيد وموسى والأستاذ ضرار صالح ضرار ومحمد صالح ثابت، وكانوا يعني أقرب إلى أعمارنا، كانوا أكملوا كلية غردوم. فتلك المجموعة كانت تخضع لتدريب في بخت الرضا، وكان في تلك الأيام بالطبع ظهرت الجوانب السياسية المتصلة قيام المؤتمر، وظهرت الحركة من أجل المطالبة بالاستقلال. فكانوا آباءنا الكبار في ذلك الوقت بقيادة الزعيم إسماعيل أزهري رحمه الله كانوا من الوعي بمكان، فأفادوا من وجود
تلك المجموعات من المدرسين، بمعنى انه لم يكن الامر وقف على الثلاثه او الاربعه مدرسين انا ذكرتهم. كانت دفعات كبيره تقسم على مدارس الوسطى في السودان. فوظفوهم عن طريق الاناشيد، والاناشيد دي اغلبها كما علمت من تلحين الاستاذ اسماعيل عبد المعين. فلما جاءوا الى بورت السودان لناس ابو زيد موسى، وكان مسؤول عن الكشاف ومسؤول عن وصاد استاذ ضرار، واستاذ ضرار والده عمنا صالح ضرار ده رجل متعلم وكان مؤرخ يكتب في التاريخ، تاريخ البوجة هم اساسا اليوم سلام. يعني اخذ المساله دي من والده يعني. نعم عمنا صالح هذا الاهتمام، كان رجل متعلم وكان موظف كبير في شركة الإيسترن. الإيسترن دي بتاعة اتصالات، شركة اتصالات بريطانية. وعم صلاح ذاته كان شغال فيها في الإيسترن. المجموعة دي حفظون زي ما حفظوا الطلبة في مدارس متوسطة كثيرة جدا. فكان منها مثلا صرخة روى الدم اللي هي اشتهرت بعد ذاك أصبحت معروفة. فصرخة وأنا طلعتها في إصدارة من إصداراتي، قدمت بعض الأناشيد اللي هي من كلمات الدكتور محي الدين صابر. صحيح. تاني في نشيد كان بيقولوا فيه أي صوت من مغانيك الحساني سائر لم يدري ما معنى الهواني. ده أفتكر سعد الدين فوزي. أيوة أفتكر سعد الدين فوزي. العلا من كلمات خضر حمد، أستاذ الكبير خضر حمد. فتقريبا يعني دي الاناشيد. كان ادينا يا استاذ كابلي نماذج من هذه الاناشيد اللي كنت انا اصدرتها في طلعتها في او بعضها في خلينا نسمع منك في هذه الحلقه. صرخة روت كفاحي ومنى وأسارت هممي، فاحتقرت المحنة فهو الصبح بدأ. فليعيش مؤتمري رمز مجدي الوطني، فليعيش لم يدري ما معنى الهواني، خالد كالدهر في قلب الزمان، زاخر كالبحر سوار المعاني. ذلك الماضي لنا باسم حلو الجنى، منه تنساه المنى نحو سودان. شباب القطر يا خير الشباب، يا شباب القطر يا خير الشباب، نهضة الأحرار من غير الهضاب،
فلنقم 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 يا صاحي كالأسد الغضاب والمجدي ما بنى ذلك الماضي لنا منه تنساب المنى نحو السودان الجديد. فدي كانت يعني يعني ان شاء الله للذهن للعلا للعلا وابعثوا مجدنا الآخلة واطلبوا لعلا المزيد للعلا أمة أصلها للعرب دينها خير دين يحب قد نبتنا طوال السنين وانهضنا بعزم مكين لنعيد فخار وابعثوا مجدنا الآخلة واطلبوا للعلا والمزيد للعلا. ذكرتني بالنشيد ده عندما قدم العزيز الراحل الفاتح بشارة أوراق اعتماده للملك، قال لي قدم نفسك، فقام قال له أنا من خير أمة للعلا. أيوة، فكان يعني أدوا الفاتح بشارة ذكر الملك في المغرب لا في المملكة العربية السعودية أداوا يعني تأشيرة مفتوحة للمملكة العربية السعودية حتى أثناء ما هو موجود كسفير وبعد ما ينتهي من السفارة. يا الله، شفت كيف قدم له يعني قرأ له النص بتاع أمة خيرها يعني العرب. شوف شوف ذاته كانت عبارة عن عناوين تحكي عن البلد وتحكي عن السودان وتحكي عن الهوية في اختصار وجماليات غير طبيعية. ما هم اللي كانوا وراء المؤتمر كانوا نعم. لكن للأسف اختفى المؤتمر، يعني هذه من الوقعات الكبيرة. فالأساتذة ديل زي كانوا وضعوهم في بر في 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 بسار معين. أيوة، لأنه عن طريقهم أزكوا روح الوطنية، الحركة في الوطنية في فينا نحن نحن كأطفال وفي السودان كله. فقاموا بالتوعية دي. فكانت أيام في الوقت ذاك في حركة التحرر ذاتها كانت على نطاق كل أفريقيا في تلك الفترة أفتكر. والسودان كان سابق. السودان سابق. سابق سابق والسودان كان قائد نعم لحركات التحرر نعم، حتى رئيس جنوب افريقيا مانديلا لما جاء نيلسون مانديلا ما جاء السودان. ايوه، لانه السودان كان وراء المناهضه الابارتهايد التفرقه العنصريه الابارتهايد. ف يعني السودان كان سابق نعم، ومقارنة بكل الدول المحيطة. وده يدل على مدى التفكير المتقدم للسودانيين لآبائنا وأجدادنا السودانيين في ذلك الوقت الذين كانوا يقودون الحركة الوطنية. طبعا طبعا، وده تفكير كبير كونوا يستفيدوا هم دارين يعني يوم الليلة الواحد يفكر كيف ينقل هذه المسؤولية والإحساس بالمواطنة للشباب. أيوة، طيب أسلم طريق عن طريق المدرسين. صحيح صحيح، فجاءوا بالمدرسين اللي أكملوا الفترة بتاعت الكلية غردون والتحقوا بباختر رضا، وباختر رضا دي كمان تستحق برضو وقفة الناس يتحدثوا جداً عنها جداً. فدربوهم طبعا دي بعيدة عن 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 الجانب الرسمي لأنه الإدارة البريطانية لا تسمح بأشياء زي دي. ده تبنوه لأنه الأنشأ وبختار رضا البريطانيين نفسه تبنوه القائمون على أمر ال 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 بتاع
التدريس في 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 تلك الفتره في المؤتمر. ايوه المؤتمر. فهم ورا المساله دي وجابت نتيجه، يعني كان أزكت روح النضال وإدراك أهمية الاستقلال. و انتهيت من المدرسة الرصفي في بولندا، كيف بقى كان الانتقال للمرحلة الثانوية والملابسات اللي حدثت في تلك الفترة؟ انت امتحنت وقبلت في مدرسة التجارة مش كده؟ نعم نعم. هنا قبل ما نمشي نسمع في بورسودان. لما وصلت طبعا حكاية الصفارة دي والاستماع والتأثر إلى حد بالسينما المصرية في سينما في بورسودان متميزة جدا، وأساتذتنا في توجيهاتهم وفي طريقة تعاملهم، ده كله أثر فينا تأثير كبير جدا لغاية ما وصلت سنة رابعة. بقى معانا في دفعتنا أخي الحبيب وله التحية ولأسرته الكريمة لكل الأحباب، دكتور خليفة محمد أحمد خليفة. دكتور خليفة نحييه، الأستاذ بالجامعة الأهلية والرجل اللطيف الفنان، وكان هو مدير الجامعة الأهلية. وقصته طبعا أنا كنت أشتهي أنه أسمع منك، فعلا هو حكى لي عن قصة العود. نعم نعم نعم. العود الذي أحببت. نعم نعم. فدكتور خليفة كان أول الفصل. أول الفصل هو، وبعدين كان قليلوني كده يعني جرمه صغير شاطر، واستمر شاطر. هو تخرج هنا من أمريكا وأخذ الدكتوراه بتاعته في القمح. القمح. نعم. ومن الأشياء المؤسفة قبل فترة متأخرة قبل فترة وجيزة، يعني كان في مؤتمر للقمح في الخرطوم، فالتقيته هو بيناتنا قرابة يعني عمنا أبوه عمنا أحمد خليفة ووالدته خالتنا فاطمة بنت السيدة، وبيناتنا يعني صلة. فقام لقيته قلت له الأيام دي طبعا أنت ما بتنشاف مشغول مع المؤتمر بتاع القمح ده، قال لي والله ما نادوني. الله. يعني شخص في هذا التخصص من أمريكا ودكتوراه في القمح ما دعوه؟ قال لي ما دعوني. والله هذا مؤسف طبعا. فنحن في رابعة بقى أنا قلت لك كان عندي فقرة في الصفارة في أي نشاط في المدرسة، محمد أحمد الخليفة بيجيب العود وهو ذاته العود أكبر منه بيقدم فقرة. كان بيعزف؟ بيعزف، يقدم له حاجة كده يعزفها. قال لي العود بتاع أبوي كان. فلما نمشي نلقى عمنا أحمد الخليفة رحمه الله. رحمة الله عليه. ما في، نقوم ننزل العود خدته في رأس الدولاب. فدي بدأت في حكاية العود دي مع محمد. وكانت أول الأشياء اللي عزفتها شنو؟ أول الأشياء يمكن يعني الأغنيات اللي عزفتها. أول لحن كانت علمتها عليه العود لحن قديم كده ما بتذكر ما بعرف أغنية ولا ده أول لحن عزفته. بعدها بقى امتحنا وجيت أم درمان. يعني أجدت العزف على العود ولا بدايات؟ بداية لا كويس، بقيت كويس. هنا طبعا في أشياء كثيرة حاصلة في الفترة دي، يعني الأربع سنين دي ما حاجة سهلة.
اي طبعا. يعني كيف الاهتمام باللغة، وكانوا بيدرسونا الى جانب المواد كلها الانجليزي والعربي، واساتذه ممتازين. لكن الحركه الثقافيه كانت للطلبه كانت كبيره، في اهتمام كبير جدا بالتمثيل، التمثيل والتمثيل المسرحيات، واساتذه كلهم يعني مؤهلين. يعني اذكر الشيخ الجاك ده كان مدرس العربي، رجل نزك، ويعني تلقاه الفرجيه حقته مهندم، الجلابيه كيف نظيفه، والحزام بالبتاع ده، يعني حكايه. لما ما كنا عارفين قيمته، هو ترى الراجل عالم، عرفناه بعد فتره خريج الازهر. يا سلام بالله، شوف. نعم كان بيدرسنا. بعدين الناظر اسمه، ان شاء الله اتذكر لك اسمه، ده عرفنا انه من خيرة او يمكن التوب بتاع اللي بيعرفوا اللغة الانجليزية في السودان. حظكم كويس. كان الناظر بس ما كان بيدرس ده. فالمهم في الانشطة اذكر استاذ ضرار في مسابقة كان شعرية في الالقاء، فجاء قال لي تشارك فيها، فقمت اعتذرت، قلت له لا معليش يا استاذ، خفته لانه مفتوحه هنا، انا في ثانيه وسطى مفتوحه لي من اولى لرابعه. فقلت له دي فيها اولاد ثالثه واولاد رابعه في المدرسه ذاتها، في المدرسه اولاد ثالثه واولاد رابعه. فقال لي لا، قال لي انت القاك بتجيب النتيجه. فقدر ما عملت، يعني سمعك قبل كده. اي ما هو بيدرسنا دين ادب واشياء، يعني هاي بدرسكم لكن سمعك يعني. هنا برضه من مدرسين الادب اللي هم كان تاثير كبير كبير لابعد الحدود، الاستاذ الهادي احمد محمد صالح، اخو الاذاعي الراحل عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، واخو الاستاذ صلاح احمد محمد صالح. فده حصته كنا ننتظرها بفارغ الصبر، يعني مما تبدا وترمي الابره زي ما بقولوا بالله، تسمعه بيتكلم بالراحه، صوته خفيض كده، لكن الادب دي الفتره صدر الاسلام والامويه والعباسي يعني شيء تشربته، مشوق عنده طريقه، تشربته بطريقه جميله. فنرجع وصوته ذاته كان جميل. نعم انت درسكم؟ لا انا سمعته. ايوه فرحمه الله ورحمه واسعا. رحمه الله. فنرجع للقاء، المسابقة، قمت على المسابقة الخاصة باللقاء. فقام جاب لي قصيدة سراج الدين بن الحلي اللي هي بيقول فيها: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، وسائل العربة والأتراك ما فعلت في أرض قبر عبيد الله أيدينا. وطويلة وفيها بيض بيض وسود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. إذا دخلنا كده عملنا إيه ما بتذكرها طبعا، فترة طالت. فشاركتها أخذت الجائزة الثانية. هذا كويس والله. فأستاذ درار قال لي يعني خوفك ما كان فيه ما يبرره، ما أنا خفت مشاركين فيها أولاد. أيوة. ثالثة وأولاد رابعة. أيوة. لكن هو نظرته كانت ده أدخل عليك السرور وهيئك عشان يعني في المجال ده تجيده أكثر طبعا. إحساسك كيف كان؟ طبعا هنا لكونك تفوز في مسابقة كهذه دي لها دور كبير جدا، إلى جانب تشجيعهم، يعني تشجيعهم. أستاذ الرازي ذاته كان فنان، يعني أنت كنت مشهور في المدرسة، معروف. نعم نعم نعم، الجانب الفني دائما بيشهر الإنسان. لكن أستاذ ضرار لحن يا كنارا قد تغنى في الغفار، سمعت؟ ما سمعتها والله يا كابي. يا كنارا قد تغنى في الغفار يعمل. فدي سألناه بعد ما يعني بعد فترة بعيد، الله يبقى بالزك، أنا كان كتبتها منه. فعرفت إنه قرر يأخذ الأولاد بتاع الفصل، هو كان أب الفصل
هناك زمان كان في حاجه يسمع في نعم حضرنا الزمن عايزين يمشي طوكه ايوه ففي قال من وين قمنا اتصلنا بالمدرسه هناك في اوليه لكن اهم حاجه نتصل بالعمده والمشايخ والكذا وقلنا لهم حنجي نعمل تمثيليه قال مسرح فقال قلت انا ما امشي اليوم ساكت فقام الف يا كنار دي ايوه وفيها شكر لهم ولاهلهم البيجا ديل وكذا فقال ليله من مشينا اكرمونا لما قلنا لهم البتاع دي قال لي الذبايح واكرمونا الفتره بسطوا فكان رجل فنان يعني التحيه لاستاذنا درار صالح درار الله ربنا يديه الخير الكثير نعم فلما حتى قال مشى باختر رضا عشان فتره تدريبيه حتى كان لو اخذوا فتره تدريبيه بعد فتره ثاني يعودوا فباختر رضا كان له دور كبير وقال لي كان عندنا انا استضفته قال لي كان عندنا عندنا اختبارات معينه نقيس بها مستوى ذكاء الطفل يعني هو كان في اللجنه دي بتاعت اختبار الذكاء امتحنا الشهاده واذكر انا كنت يعني اعاني معاناه شديده جدا من رمد ربيعي في العيون فكان تعبني يعني حتى الامتحان انا كانت دموع والاشياء تعبت كثير انت سميتها نعمه ونحن سميناها شوق نعم يعني على اغنيتي برضو رجعت يا شوق يا نغم ايوه ما زمان ما بجيبوا الاسم بتاعي هاي اسم الزوجه هاي حياء وتأدبا نعم لانه في القران في المعجزه معجزاته مش حكايه العصا اللي اصبحت ثعبان تلقف بتاع اللي ويده من اخرجها اذا هي بيضاء معناتها يعني لونه اسمر ولا جايز فيها اشعاع هي بيضاء وكان فيها اشعاع لا بيضاء بمعنى ابيض يعني بيقولوا يمكن كان شوكليت كلر ولا يعني ربما اختلف طبعا المفسرون مره بنحكي وعرف انه كان وكيل وزاره الداخليه لفتره طويله نعم من اعمامي عبد الرحمن البتنوني فقال لي لو فتشت اوراقي انا الجوه دي قال لي بطلع عليك اعظم تقرير كتبوه الانجليز عن موظف في حكومة الإدارة البريطانية من السودانيين عمك عبد الرحمن ده لله والله سبحان الله We'll be right back.
مني مانع ترمز ليك جواب وهدي هنا هاي تنبع مني مانع ترمز ليك جواب فيها الغال يا زينة فيها الأمير علينا حرمنا الخصام في ملكه في راس الجليل